تصريحات هامة للعميد طارق صلاح عضو المجلس الرئاسي من مدينة المخا، لنشاهد التفاصيل. اعتبر العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن تشكيل المجلس الرئاسي أتى بعد أن وصلت جميع القوى الوطنية المخلصة إلى حقيقة أن استعادة الدولة اليمنية المنهوبة وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام سلما أو حربا لن يأتي ما لم تتم لملمة الصفوف وتصحيح مؤسسات الشرعية وتشكيل قيادة قوية توحد جهود أحرار اليمن في معركة واحدة ضد عدو واحد وهو ميليشيا الحوثي التابعة لإيران. وأكد العميد طارق صالح في كلمة المقتضبة التي ألقاها بمديرية المخا على حتمية انتصار اليمن وشعبه واستعادة الدولة اليمنية المنهوبة من قبل عصابة الحوثيين الانقلابية، ولفت كذلك إلى أهمية المرحلة الجديدة في النضال الوطني، وهو ما قال أن المقاومة الوطنية التي يقودها ظلت تنشده لتصحيح مسار المعركة الوطنية التي يقودها الشعب اليمني لاستعادة دولته المنهوبة ومواجهة المشروع الإيراني وإعادة الوطن لحاضنته العربية. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.